استديو واحد يأتيكم من استديوهات شبيبة في مسقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأحبة، نحييكم في بداية هذا الأسبوع، نتمنى إن شاء الله يكون أسبوع فيه الخير والسعادة والتوفيق للجميع، وتحية طيبة لكل اللي يتابع برنامج استوديو واحد يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط، وإليكم أهم الأخبار لهذه الفترة. أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 39 ألف عماني تزوجوا خلال عام 2021 ميلادي، من بينهم 34 ألفا تزوجوا للمرأة الأولى، ويبلغ إجمالي عدد المتزوجين العمانيين 971,442 متزوجا بنهاية عام 2021 ميلادي، مشكلين نسبة 56.4 من إجمالي العمانيين 15 سنة فأكثر، حيث شكل الذكور 49% منهم، بينما شكلت النساء 51%. كما بلغ متوسط أعمار المتزوجين العمانيين 42 سنة، ذلك وفقاً لإصدار الحالة الزواجية في سلطنة عمان. تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع دراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لمصائد أسماك الطباق في سواحل سلطنة عمان، حيث تعد أسماك الطباق جزءاً رئيسياً من منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان، فقد اعتمد العمانيون منذ القدم على صيد وتجفيف أسماك الطباق كجزء رئيسي لضمان الأمن الغذائي لهم ومصدر دخل لسد احتياجاتهم، حيث تشير البيانات الإحصائية للوزارة أن أكثر من 90% من إنتاج أسماك الطباق يستهلك محلياً، ويكاد لا يخلو أسواق السمك المحلية من أسماك الطباق، وتنتمي أسماك الطباق إلى مجموعة الأسماك الغضروفية، والتي تضم ثلاث مجموعات من الأسماك، وهي أسماك الطباق والقرش والشبح، وتعد الأسماك الغضروفية ذات قيمة تجارية لزعانفها ولحومها وزيت كبدها وخياشيمها وجلودها، والأهم هي مصدر الأمن الغذائي. وتشمل مصائد الأسماك الغضروفية في سواحل سلطنة عمان القرش والطباق، وتصنف أسماك الطباق إلى أربعة أنواع، وهي أسماك الطباق اللاسع، وأسماك الطباق الكهربائية أو أسماك المنشار، والفانتو أو البربر، وأسماك الزلاجات أو الأسماك الورنكية. ولهذه الأهمية الاقتصادية ينفذ مركز العلوم البحرية والسمكية بالمديرية العامة للبحوث السمكية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروعاً لدراسة الجوانب المستدامة والاقتصادية لثروة ومصائد أسماك الطباق في سلطنة عمان لمدة عامين من العام الجاري 2022 ميلادي إلى عام 2024 ميلادي، ويقوم بتمويل المشروع صندوق التنمية الزراعية والسمكية، ويهدف هذا المشروع إلى إرساء أسس إدارة ثروة ومصايد أسماك الطباق والمساهمة في حفظ وحماية الأنواع المهددة بخطر الاستنزاف والانقراض، والعمل أيضا على استدامة وتطوير مصايد الطباق في السلطنة وآلية الاستثمار، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إعداد وتحديث قائمة الأنواع وأنواع الطباق في المياه العمانية والتعرف على حالة المصيد وتقييمه. ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة التركيبة والقيمة التسويقية وآلية تطوير منتجات الأسماك عبر إيجاد فرص للاستثمار لها. متابعين اطلع معكم لفاصل قصير، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد متابعين، ونستكمل معاكم أخبار استوديو واحد. في إطار جهودها الخدمية ودورها الفعال في المحافظة على نظافة المدينة، نفذت بلدية مسقط في السيب حملة للنظافة العامة في منطقة المعبيل الجنوبية بولاية السيب، جرى من خلالها إزالة المشوهات ومخلفات الردم العشوائي ونقلها للمرادم المخصصة بهدف إضفاء المظهر الجمالي للأحياء السكنية والطرق الداخلية والميادين والارتقاء بنظافة كافة المواقع بالمنطقة ورفع الوعي العام بالممارسات الصحيحة في مجال رمي المخلفات والقوانين والأنظمة البلدية المتعلقة بوقاية الصحة العامة.
ونظمت أعمال حملة إزالة المخلفات والمشوهات من الطرق والساحات العامة وتنظيفها من النباتات الضارة والنفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى تنظيف السكك والأزقة من الحشائش وكنس الشوارع الداخلية وتقليم الأشجار بالولاية. وقد أسفرت الحملة عن نقل 40 شحنة بما يساوي 960 طنا من المخلفات. في جانب متصل، فقد وضعت البلدية برنامجا متكاملا لإنجاح الحملة، حيث سخرت الطاقات والإمكانيات من خلال فرق العمل الميداني أو المعدات مختلف أنواعها، إذ بلغ عدد الكوادر العاملة في الحملة حوالي 40 عاملا، تم توزيعهم على عدد من المناطق، ولا تزال جهود هذه الفرق مستمرة لتغطي مختلف المناطق بالولاية. تأتي الحملة استكمالاً لجهود البلدية المكثفة والخطط الخدمية لتعزيز حملات النظافة الممنهجة بهدف التأكد من مستوى الخدمات المقدمة في قطاع النظافة، إلى جانب إحياء روح المسؤولية لدى أفراد المجتمع وتعزيزها لمشاركة العاملين في قطاعات العمل البلدية المسؤولية في الحفاظ على نظافة الأحياء والمرافق العامة وتجنب الممارسات والممارسات الخاطئة في الردم العشوائي أو التخلص الخاطئ للمخالفات للمخلفات من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة لتكون سليمة وصحية وخالية من الملوثات. أعلن مجلس الجلوس على العرش يوم أمس السبت تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، وذلك بعد يومين من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وسط مراسم تاريخية يشهدها العالم لأول مرة على الهواء مباشرة. وفي جلسة متلفزة عقدت في قصر سان جيمس بلندن، قال المجلس إن الأمير تشارلز فيليب آرث جورج وبوفاة جلالتها هو الآن ملكنا تشارلز الثالث، فليحفظ الرب الملك. وتضم هيئة الجلوس على العرش كبار الساسة والقضاة والمسؤولين ووجهاء من العائلة الحاكمة وشخصية دينية. وبعد تنصيمه ملكا، شدد تشارلز الثالث في كلمة ألقاها على أنه يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بالملك، وتعهد بمتابعة المثال الملهم والمترسخ في دستورنا. وقال إن الملكة إليزابيث الثانية قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم، مضيفا خسارتنا لا تعوض بوفاتها. متابعينا، هذه اخبار فترة الواحدة مساء لهذا اليوم. ابقوا على الموعد في اخبار الخامسة مساء لهذا اليوم. الاستوديو واحد، والى اللقاء. استوديو واحد ياتيكم من استديوهات شبيبة في مسقط.